بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الكلمة سيف يفرق بين الحق والباطل، بين الغث والثمين، بين الصدق والكذب. الكلمة شرف لا يدركه البعض. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. هي بالفعل قيمة الكلمة كما أنها قيمة وأهمية الظرف المهم جدا اللي بيمر به النادي الأهلي. حلقة تأتي في ظروف تاريخية، تأتي في لحظات يتأهب فيها النادي الأهلي لإعادة كتابة التاريخ، وهو يقدم الدرس على كل المستويات. باشمهندس، لسه المكالمات بتلحقك؟ المكالمات بتلاحقني. وعايز أقول لهم من فضلكم، ها، اللي بيحبوني قوي وبيحبوك قوي وبيغيروا علينا قوي وبيغيروا عليك قوي وبيغيروا على النادي الاهلي وبيحبوه وحريصين يوصلوا لنا كل كلمه مؤذيه تقال في حقنا او في حق النادي الاهلي او في حق القيم الرياضيه والاخلاق بشكل عام، بقول لهم يعني الموضوع مزعج، لان احنا وبيطالبونا بالرد، الرد على نفس المستوى. أنا قلت امبارح إحنا لو ردينا بقينا عملنا زي قتال العبيد في حلبات المصارعة الرومانية زمان، اللي الناس بتستمتع بشهوة القتل، ولكن من الصعب أن تكون نبيلا ولا تقتل من يمكنك أن تتمكن منه. الأهم من كده إن أنا دايما أفكر زي ما قلت لك، اللهم قيني شر نفسي، لأن الحقيقة ممكن تتكلم بنبل ولكن ليس معنى هذا أنك نبيل، ولكن إذا تحدثت أو تصرفت بسفالة فقط عن أنت سافل أو أنا سافل، وإذا تفاوت بالقذارة تلقي بها الآخرين فأنت مؤكد قذر، ولا تفاوت بالكذب والبهتان والزور فمؤكد أنك كذاب. الكلمة شرف لا يدركه إلا من يعني يتمسك به ويتصرف على أساسه. فإحنا لحنا كذابين ولحنا سفلة ولحنا منافقين، لأن البعض يتصور أنه يختبئ خلف حصانات أو خلف جدر أو خلف جماهير أو خلف كل هذا ليس له إلا صفة الجب، لأن الرجولة أن تواجه شخص بنفس الأسلحة وبنفس الظروف، مان تو مان زي ما بيقولوا، مع ان النبلاء كانوا بيتبارزوا عشان كلمه، بنفس السلاح وبنفس الظروف، لكن تختبئ خلف جدار وتعمل فيها بطل، لست الا منافقا جبان. وبناكد ونعيد ونزيد، احنا عندنا رساله وعندنا مسؤوليه، ونعبر عن نادي له قيم وتقاليد ومبادئ. فانا اعتقد هذه الثوابت واضحة جدا والمفروض تكون ملموسة للجميع. عشان كده لن نسف، لن نبتذل، لكن أيضا لن نفرط ولن نهادن. ربما إن احنا بنرفض أن يستدرجنا البعض لمنطقة يحاول منها إنه يحل مشاكله على حساب النادي عشان الأهلي عشان تتساوى الرؤوس بالظبط، أو يخلق معركة موازية يحل بها معركته الأساسية مع الجهات الأخرى، هذا ما نرفضه ولا ينطلي علينا. يحاول ياخد الناس في سكة غير السكة اللي المفترض قانونا يمشي فيها أو يحاسب عليها، أيضا ندرك هذا. فلحد هيستدرجنا إلى ما لا نريد، إلا إحنا اللي هنختار التوقيت وإحنا اللي هنختار الطريقة. لكن تأكدوا تماما، الأهلي لا عمره فرط في حق ولا هيفرط في حق، لكن في نفس الوقت له ألياته، له طريقته، له أسلوبه، وكمان له توقيته.